السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نشرح فيه طريقة إنشاء إذاعة خاصة لك. من خلالها تستطيع البث المقاطع التي تريدها على الهواء مباشرة، أو أي شخص قام بالدخول إلى الرابط إذاعتك الخاصة سوف يستمع لما تقوم بإذاعته. وتستطيع أيضا التكلم عبر المايكرو الخاص بحاسوبك في أي شيء تريده، ويستمع لك دائما الأشخاص المتواجدون على الإذاعة. إذا نذهب إلى الشرح مباشرة. سأقوم بالذهاب إلى هذا الموقع www.mixler.com. إذا وتنبثق لك هذه النافذة، ثم تضغط على Sing Up Start Broadcasting Now. كما تشاهدون هنا ستضغط عليها. إذا فستظهر لك هذه النافذة، ثم يمكنك التسجيل عبر الفيسبوك أو عبر الإيميل. يمكنك هنا كتابة الإيميل أو اليوزر نيم، هنا الإيميل وهنا كلمة السر وإعادة كلمة السر، ثم تضغط على سينغا، ثم تضغط أنا سجلت من قبل داعي للتسجيل الآن، تضغط على اللوغن، ثم تقوم بكتابة اليوزر نيم أو الإيميل الذي قمت بتسجيل. إذا ستنبثق لك هذه النافذة. إذا لتحميل البرنامج المراد يعني العمل فيه لبث المباشر، كما تشاهدون هنا بعض الإذاعات التي يعملون على هذا الموقع، ثم تقوم بالضغط على My Life أو My Life Page، مش My Life، مش زوجتي. إذا كما تشاهدون هنا كما تشاهدون في الشاشة يعني البث منقطع الآن. إذا فهذا الرابط هو الذي سوف يستمع لك الجميع، أو رابط الإذاعة الذي يمكنك نشرها يعني mixler.com/ اليوزر نيم الذي قمت بعمله في الموقع VersBe. إذا لتحميل البرنامج ستقوم بالضغط على برودكاست كما تشاهدون هنا. إذا سننبثق لك هذه النافذة، يمكنك تحميل الميك أو الويندوز أو الآيفون، على الآيفون يعني أنا سأضغط على داونلود فور ويندوز، سيقوم بإزالة قناتي. إذا أنا لا داعي لتحميلها الآن لأنني قمت بتحميله، فهذه أيقونة البرنامج. يمكنك تثبيت بطريقة العادية next 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 وفي الأخير finish، وهنا فهذه أيقونة البرنامج. تقوم بالدخول إلى البرنامج. إذا كما تشاهدون هذه واجهة البرنامج. إذا هنا يمكنك الضغط للتسجيل في أو يعني لعمل البث في الموقع كما تشاهدون هنا في هذه الدائرة، وهنا كليك تو جو لايف ناو. إذا يمكنك الضغط هنا في هذه النقاط مهمة. إذا هنا الميكروفون يعني يمكنك التكلم ليصل الأشخاص الذي يعني المراد ليوصلهم معلومة أو شيء من هذا القبيل. إذا فهذا الميكروفون يعني يسمع لك الجميع من الموقع. وهنا سيلكت سورس، فهنا يمكنك يعني عمل أنت موسيقى أو شيء من هذا القبيل، فيسمع لك أو يسمع معك الذي يعني المتواجد في الموقع. إذا وهذه الأخيرة هايد بلاي ليست، فهذه يمكنك عمل أغنية أو شيء مثل قرآن أو أنداء إلى آخره. إذا يمكنك عملها وتقوم برفع هذه اللي يستمع الجميع. طبعا اللي يعني للتكلم يمكنك رفع هذه هكذا، ويمكنك لاستماع الأغنية رفع هذه هكذا. إذا نعمل مثال، سنقوم بالضغط على Add Sound كما تشاهدون هنا، ثم تختار الأغنية أو الأغاني المراد يعني ترفعها في الإذاعة. تضغط على Favorite كما تشاهدون هنا ظهرت هذه الأغنية هنا. إذا سنقوم الآن بالذهاب إلى يعني لرابط للسماع. إذا هنا نقوم بالضغط هنا يعني للسماع راديو، سنقوم بعمل ريفريش أو بدون عمل ريفريش، عمل ريفريش أحسن. إذا كما تشاهدون الفيس بي يعني
يعني يمكنك الآن الاستماع بأي شيء يعني في هذه الإذاعة. مثلا سنعمل مثال كما قلت، سنقوم بكتابة أو بالضغط زر اليمين ثم بلاي تراك عفوا، ثم تقوم برفع هذه هكذا يعني على حسب الجهاز يعني للأشخاص الآخرين للاستماع هكذا كما تشاهدون. يعني أي شخص يقوم بالدخول إلى هذا الرابط سيسمع معي هذه الأغنية التي أنا أعملها بجهازي أو بهذا البرنامج البث المباشر. إذن هو للتكلم كما قلت سأقوم برفع هذه هكذا يعني أتكلم، انتظروا ستسمعون الصوت الذي أتكلم به. يمكن سمعتون ماذا قلت، فاسمعوا مرة ثانية. يمكن سمعتون ماذا قلت، فاسمعوا مرة ثانية. إذن كل شيء واضح، فهنا لارتفاع الأغنية. فأضفتنا إلى قد انتهى، أنا ما علي أن أقول لكم سوى تشتركوا في القناة ليصلكم جديدنا، فيمكنكم الضغط على تقوم بالذهاب إلى هذا الرابط، ثم تقوم بالضغط على سبسكرايب أو اشتراك كما تشاهدون. ويمكنكم نشر هذا الفيديو لزيادة بعض الفيديوهات المعلوماتية التي تفيد الجميع. فهذا يمكنكم أيضا مراسلة عبر الفيسبوك www.facebook.com/x97. يمكنكم يعني أيضا مراسلة عبر الفيسبوك الثاني facebook.com/x10977. إذا نحب في الله، في أمان الله.